السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن قصة سيدنا سليمان مع الهدهد. الهدهد من أشهر قصص القرآن الكريم، تدور أحداثها حول أن سيدنا سليمان كان يطمئن على جنوده، ثم لاحظ عدم تواجد الهدهد دون استئذانه فغضب وتوعده بالعقاب. وعندما جاء الهدهد بخبر عظيم عن سبأ مملكة اليمن عفى عنه وتراجع عن عقابه، فسأله سيدنا سليمان عن سبب تأخره، فحكى له الهدهد ما رأاه في مملكة سبأ، وأن هؤلاء القوم يعبدون الشمس من دون الله، وتحكمهم امرأة تسمى بلقيس، ولها ملك وعرش عظيم. فأراد الهدهد أن أتقصى عن جميع أخبارهم لكي أعلمك بها. وهنا أراد سيدنا سليمان أن يتأكد من صدق كلام الهدهد، فأرسله برسالة إلى ملكة سبأ وأمره أن يلقيها عليها وأن ينتظر ماذا تفعل. وكان الرسالة مفادها أن يأتوا سليمان مسلمين موحدين لله وحده لا شريك له. يقول الله تعالى: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقيه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون، صدق الله العظيم. فلما قرأت الرسالة اجتمعت مع كبار مستشريها وقرأتها عليهم وطلبت منهم أن ينظروا ماذا يفعلون، فكان ردهم أنهم أصحاب قوة بأس وأنهم على استعداد لمحاربة سليمان وجنده. ولكن الملكة كان لها رأي آخر حكيم، ألا وهو إرسال هدية لسليمان بها تستكشف وتستطلع مدى قوة جيشه عن طريق رسلها، وبعدها سوف تقرر موقفها من رسالته. فلما وصل رسل الملكة بلقيس إلى سيدنا سليمان رأوا العجب العجاب، فقد رأوا جيشا عظيم من الإنس والجان والحيوانات، مما أثار دهشتهم واستغربهم. وكذلك رأوا مملكة عظيمة، وحينها علموا أن كل ما يملكون من غنى وثراء وقوة وعرش مملكتهم لا يساوي شيء من ملك سليمان. وهنا أحس الرسل بصغر هديتهم، وعندما هموا أن يقدموها لسيدنا سليمان رفضها سيدنا سليمان وتوعدهم بالحرب والهلاك إذ لم يأتوه مسلمين موحدين بالله. فلما رجع رسل بلقيس أخبروها بما رأوا وإنهم لن يستطيعوا التصدي لسليمان وجنوده، واقترحوا عليها أن تذهب إليه بنفسها. فقررت الملكة بلقيس أن تذهب لسيدنا سليمان، وعندما علم سليمان بمجيئها قرر أن يأتي بعرشها إلى ملكه، لأنه قد علم أن عرشها هو أعجب شيء في ملكها حتى تشاهد مظاهر قوته، لأن الملكة بلقيس تركت عرشها محاط بالحرس ومغلق بالأبواب ومحاط بالجنود. فأمر سليمان عليه السلام جنوده بأن يأتوا بعرش ملكة سبأ، وأمرهم بالتغيير من بعض معالمه ليمتحنها في قدرتها على معرفة عرشها. وحين رأته ملكة سبأ قالت كأنه هو، لأنها استبعدت تماما من أن يكون عرشها، لأنها تركته محاطا بالجنود والحراس والأبواب المغلقة، ولبعد المسافة بين وجودها في ملك سليمان ومملكتها مما يؤكد لها صعوبة نقله. فسألها سيدنا سليمان عنه فقالت له بأنه يشبه عرشها كثير في أرض من البلور
الذي يجري من تحتها الكثير من الأسماك، ولكنها تأكدت من أنه عرشها، وتأكدت من نبوة سليمان وصدق رسالته، لاستطاعته على نقل عرشها الذي لا يستطيع أحد نقله. فأمنت هي وقومها بسليمان وتبرأت مما كانت عليه. الجزء الثاني من الفيديو هنتكلم عن الهدهد، رمز البصيرة عند القدماء المصريين. كانت الحياة البرية في مصر غنية بالطيور، فمنذ بداية الدولة القديمة نجد معظم مشاهد الحياة اليومية المسجلة على جدران المقابر تحوي الكثير من أنواع الطيور. أشهر أنواع الطيور وأكثرها تكرارا في فن التصوير في الدولة القديمة هو طائر الهدهد، ذلك الطائر المقدس الذي كان يظهر دائما على ألواح وجدران المعابد. القدماء المصريين رأوا في الهدهد أنه رمز للرؤية العميقة للأشياء، فالهدهد يبدو كأنه يمتلك عينا أخرى غير العين التي ترى المادة، عين أخرى ترى ما وراء الأشياء. ربط القدماء المصريين بين تلك القدرة العجيبة لطائر الهدهد على رؤية ما وراء الأشياء وبين البصيرة وعالم الروح، فنجد أن هذا الطائر من أكثر الطيور تصويرا في فن الدولة القديمة. المشاهد الذي نراه في هذا الصورة هو جزء من وهذه الصور مأخوذة من جزء من جدار مأخوذ من أحد المقابر التي تعود إلى الدولة القديمة بسقارة، والقطعة موجودة بالمتحف المصري، ونلاحظ فيها العناية الشديدة بالتفاصيل، فالطيور تنبض بالحيوية ما بين طائر في السماء واقف على النباتات ومن يستعد للانقضاض على فريسته. ومعروف عن طائر الهدهد أنه وفي ولا يتزوج إلا مرة واحدة حتى بعد وفاة زوجته. كيف يطلب الهدهد الزواج؟ بتقديم ورقة أو حشرة أو دودة في منقاره، وهو ناشر عرفه، وهو كالتاج الجميل، ويقدم الطعام كمهر لمن يتقدم إليها لإرضائها، فإن أكلتها بمنقارها فهذا يعني القبول. ثم يأخذها للعش الذي بناه لها، وهو غالبا ثقب في شقرة، فإن قابلت العش يتم الزواج. وتبيض الزوجة من 5 إلى 7 بيضات، وبعد الفقس يتناوب الزوجين على إطعام الصغار. ليه بقى هو زوج وفي غير إن هو بيتزوج مرة واحدة بس في العام؟ طائر الهدهد إن وجد مكان طعام أو ماء صح على زوجته فلا يقرب هذا الطعام إلا معه، وإن غابت يظل يطير بحثا عنها وهو يصيح، وإن ماتت يظل كلما تذكرها يصيح ويذهب إلى الأماكن التي كانوا يطورون لها سويا ويصيح متذكرا ذكرياته الجميلة. وكان النبي سليمان عليه السلام يعتمد عليه كدليل بحث لمواضيع الماء في قعر الأرض، فإن دله على مكان الماء فكان يأمر الجن بالحفر فيجدوا الماء. ومن أسماء الهدهد أيضا مهندس الماء، ويستطيع الهدهد قطع مسافة طويلة من طيران تصل إلى آلاف كيلو مترات دون تعب أو عطش أو جوع، بحيث أنه يقدر على الطيران من دولة إلى أخرى. وقصتهم مع النبي سليمان التي حكيناها في أول الفيديو في مواقف وشواهد كثيرة، وهو ينصت دون صياح عند الأذان أو الصلاة أو تلاوة القرآن الكريم. حرم الرسول صلى الله عليه وسلم قتله لما فيه من أسرار لا يعلمها إلا الله. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. إلى اللقاء في فيديوهات أخرى من قناة عالم رونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.